الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ماذا بعد الموت؟ غير ما حكى دمبايا هدان بمن محان نوحيقا هدي أدون كان لفارق سين مقام دوانا هدي ملك موت كنو يماذو وإله أمر كي سكينو وأن أجيبنا محان نوحيق دوانا وأرين مهم أهقو اللوبة هنيا هاي قفكست أو عاقلة إنو قرتو وأرين مهم أو لوبة هنيا هاي قفكست أو مالين تقيامها رجكله إلا جانيو إن عذاب أن الله إيرالي إنو ربي قنم أي وحو كفكرو قلبي سنة أو سنكبحين وحا حتمي أه أو لزمي أه أو واجب إن الله بمنايو إلهي نفكستا وحقو كدو قري جيري كل نفس ذائقة الموت نفكستا واتي جيري بدميني سبويري إلى سبحانه وتعالى نفو الباوي بمانيسا كل نفس ذائقة الموت مبي بدمين بوضاه إلهي سبحانه وتعالى وحلا بدمينا يكعبري حنونك أوليه شيغا مركا لبريما لددميا شيء خرار كيسة يمعان كيسة ولا بدمية حياة بها حنون كذا لا بدمية بمشر حنون كذا لا بدمية غير أي بدمية سان نفو الباء إلهي قلقي سبحانه وتعالى وإنما توفون أجوركم يوم القيامة أجر ذا يوحى أكسبان إسان أبال قد كودا ما لنت قياما لدين أوفينيا ما أنت ودار عمل ما أنت ودار شق ما أنت ودارتي إلهي عمل كيس إيوح ومضى أدر لفول الله لكن دار حساب بل آذية وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. قفك أنت عذاب لقف بي وعذاب لقدر جي ونعت إلهي كالدقاجي وجنة لقلي واليباني وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور نرشان أدونك أدكو جرتان وحك لماءها إلا وراح غرور أهضت كسرتا وما دي كذيسا إن بغن بي سوق جيسي مساجد بك بحسي إن بغن بي حاران عنسيسي حراشة كسي جيسي إن بغن بي باطل دح جيسي أو خير كي حقي كلي حسي وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إلا وراح يرقضت كسرتا وانا نيال وان لقوريا دار أدون بان لقوريا أو دار آقران لقوريا دار تان أجيدان بات كقوريسان أو دار أذن وليقين أركن بان لآذيا دارتي عمل كان لقتقيا أو دارتي حساب كان لتقيا دارتي إلهي أو كنت المامي إني تهي دار فناء أو دماني سان لقتقيا دار قرار أو سقناشان لآذيا دار مانت أمد أي وضع الراحين أيا لقتقيا دارتي لإلوبان لآذي دورا سيدا درتي با وحا ربنا إنا وحكت المانو جيري محانو وقدم بيا
geeri maxaa nooga dambeeyo aan ahayn in laxdiga laysdhigo, inuu tixriga ku cuno, in ciiddu aad ku baaba'do, in jasadkaagii oo dhammaan uu qayirmo, inaad dhidiid iyo sadiid iyo dheexaan aad qabri ugu qubato. maxaa noo dambeeya oo daarta adduunka marka laga taga xaggeeda la aadi doona? rasuulka sala allahu calayhi wasalam in badan ayuu ummadda ku tirtirsiiyey inay xasuustaan macmacaan gooyaha, yacnii waa geerida. midka macmacaanka ummadda ka gooya xusuusashadiisa badiya, war marnaba qalbigiina yuusan faaruqin. ummadda yaa ugu caqli badan baa la yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam, qofka ugu xusuusashada badan geerida ayaa ugu caqli badan oo ugu caaqilsan sharafka adduunkii karaamadii aakhiray la tageen. dadka inay ihmaaliyaan geerida dhibaataa ugu sugan. qofka muslimka ah waa qofka dadaala, qofka ilaahay abtiisa rajo ka leh, waa qofka maanta camalka fiican qabta. faman kaana yarjuu liqaa'a rabbihi falyacmal camalan saalixa walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada. war qof kasta oo kulanka ilaahay rajo ka qaba, war qofka maanta rajaynaya inuu ilaahay la kulmi doono birrito, war qofka maanta og inuu dhimanaayo, war qofka maanta og in ilaahay hortiisa la geynayo la xisaabaayo, falyacmal camalan saalixan, ha camal qabto oo ha shaqeeyo camal fiican, ha camal qabto camal khayr badan ha sameeyo. war camalka uu qabanaya camal macbuudku jecel yahay oo ilaahay ka abaalmarinaya ha noqdo, camalka uu qabanaya camal bidca iyo khuraafaad laga ilaaliyey ha noqdo, camalka uu qabanaya camal ikhlaas oo alla dartii loola jeeda ha noqdo. waayo qiyaamaa la tegayaa oo aan lacag la bixinayn, oo aan rushwo jirin, oo aan ina adeeri jirin, oo aan walaal jirin, oo qof wasiir oo kuu imaanaya uusan markaa jirin. falyacmal camalan saalixa walaa yushrik bicibaadati rabbihi axadaa, cibaadada rabbigiisna cidna yuusan la wadaajinin, ilaahay keligii ha caabudo subxaana wa tacaala. walaalayaal, aakhira ayaa la aadayaa, waa marka xayaatadaan laga tago. waxaa lagu sii nasanayaa oo cabbaar la sii joogayaa oo aad cadaab ama naciimo ku dhadhamin doontaa waa barzaqa. axadka marka uu dhimanaayo, yuu rasuulku ka sheekeeyey sala allahu calayhi wasalam, aayadaha qur-aankana in badan bay cabbireen axadku markuu sakaraadku soo koro. waa dariiqkii dariiqa looga tegi lahaa ama looga bixi lahaa adduunka. ummad kasta ajal bay leedahay, ajasheeda haddii la gaaro lagama dibdhigo mana loo soo hormariyo. qofkan baa xumaaday oo rabbi caasiyey oo diinta alla lagu kari waayey oo soonka lagu kari waayey oo masaajidada laga waayey dhaqsaha la dedejiyo adduunka ha laga qaarijiyaayo ma jirto. ninkan baa nin saalixa oo nin fiican ah oo alla ka cabsiga ku dheere adduunka ha loo sii kaadiyaana ma jirto. ummad kastaa ilaahay madal buu u sameeyey, ummad kastaa ajal iyo waqti baa loogu talagalay. ajashaadu markay timaadana saacad laguu hormarin maayo mana lagaa dibdhigaayo, sababtuna waxay tahay sida ilaahay u jaangooyey u soconayaan. likulli ummatin ajal, ummad kastaa ajal bay leedahay hadday timaado, al taqdiir iyo taqdiim labadaba markaa jirin. wamaa kaana linafsin an tamuuta ilaa biidni illaah, naf dhimanaysaa ma jiro ilaa ilaahay idinkii maahana subxaana wa tacaala. haddii waqtigii la gaara walaalayaal, haddii arrintii ay soo dhammaato lasoo aruuriyo, dadku laba hab ama laba siday u kala dhintaan. mid waa saalix oo waa nin camal fiican qabtay, nin waa nin wanaagsanaaday oo daacada alle ku dadaalay oo khayrka iyo wanaagga badsaday, iyo gabar noocaas oo kale ah ama islaamnaaca noocaas oo kale ah oo khayrkii wanaagga ku dadaalay. wiil ayaa jira aan khayr samaynin oo rabbi caabudin oo khayrka lagu kari waayey, diintana ku dhammaystay intuu noolaa istiiza iyo jeesjees, iyo mid walaashiis ah oo noocaas oo kale ayadana ah. labadaa ilaahay markuu kala tilmaamahayo subxaana wa tacaala, qofka fiican ee taacada alle ku dadaala, qofka fiican ee khayrka iyo wanaagga badsada, qofka fiican iyo gabadha wanaagsan mar allaalla marka la gaaro sakaraadka iyo xaaladda geerida, wuxuu tilmaamay nebiga sala allahu calayhi wasalam in loo soo diri doono malaa'ig aad iyo aad u qiimo badan. adduunka mar allaalla markuu yidhi rabbigay waa allaah,
intaa kabacdi istiqaamo iyo diin uu ku toosnaaday la yimid markuu sakaraadka gaaraa wax loo taraa mar allaalla marka sakaraadka la gaaraa rabbi caawiya mar allaalla marka sakaraadka la gaaraa malaa'ig khayr badan oo bishaaro wadda oo marxabaysiinaysa oo salaamaysu alla u soo dira subxaana wa tacaala إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ملائكة لقصو دجية أو قصو دجي سبو يري إلهي سبحانه وتعالى لرحى لقي وحكبرا بي أورا بذكوة الله تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون سرير توجيفا وسكرات وبحرة ملائك افتينيسا خير فرد بضن أمضى بشارة وداء الباب كأغسو قليسا هذا كأيكو هضليان إلهي آياتك لو عوكت المامي إلي أرانيان سلام عليكم ادخلوا الجنة نبت قلي كبكينها هاتي جنة رسول قال أحد سكرات وربي كبقي أطعاء لك دباني وخير كبت سبا الله أرانيا ولا ليال هذا وحى الله بها يا واقبر ولك سناتي محجراء مطيعة بارية إلى أمرك سقارة أن استهزاء يجسس دين تقص مين حجاب كقاضة مرك اللي يرادة والأرض ما أضام نقوله ورهدي ذا ما أهين لكن وحي أهيد من النبي قايل صلى الله عليه وسلم ها مرك اللي رهدي قدك دقي جرتي والوحان اسكدا ربي حاران تنميه أهيد اللي وحاران تنميه اتصى وهبي وحوي دينيسو مرك الله شيري كحرى ريسا إلهي با وحايل وحرمت أفري وقدك دقيسا ويل حالدي سصاص أيتهاي مانت واقب قبدي وآخر كي أدوك ومالتي كو قدن بيسي إلهي وحوك أبا المرية تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ومقلي صادتك قاركا جوغا مقلي مايان ولقو بشارين يا مغدا وقيل مرات يا طفا يا هايا قاربا ويناي قاربا قرما يا دخترك ويارا كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق مركي نفسد سوء أرورتو ويقال حماها إيدو يرك إسو قلت ما بيبو يري ربي سبحانه وتعالى وقيل مرات يا طفا يا لبهو وريا وحقا بنكرا وريا داوين يا مانت وريا وحترك رمانت وقيل مرات وظن أنه الفراق وحو يقين صدي إنو فاروق آيو كاسكراتك وظني ويقين صدي إنو فاروق دون أدونك بختر هدي لكينو إيه هدي علم القرآن أقرسل لكينو إيه هدي خدم الله قدام يينيسا وحب أترين وظن أنه الفراق وما لين عجيب لو انا صامر دونتا وما لين حدمئه وما لين لئلوبي وما لين اباهن ديار قرو وقيل مرا يا طفي ويسبح مريا اساقينا وحالو اورمها عبصان انا مرقون جنة ما كوب بشاريس الله كوب بلن قاضي سبحانه وتعالى هني الله خفك صالو به دونو وراحت كصالو به دونو يوم نقن دونو حظيها اي نسيبك ويمني وريون نقوم دونا طلب انت الهي ملائكت خيرك لانت اصدر البابك الله صدر دبك اي ماشا كميني اي وحيامك لكتا جيه اصغن الله قرنها حفصن همرقون بشاريس جنة قصعتا جنة صلي بي بوهاي انت رجين ليس عمل في عنها صمي سبو يري الهي سبحانه وتعالى انت ربط انسان الله بها عمل خير حق بتبو بهاي الله سبحانه وتعالى صلاك سوى ناكسنها اصمانو صلاة ما سوى ناكسنها اصمانو وناك سفي عنها اصميانو جسدك وما حرامتها كإلانيانو رب خير كيسي وناكيسها كدلانو حالبا ايا امام دونتا الهي اياك الاسقو كت الماما ايا حقا لو هذا يا قيامها يا ماشا انا قدم بيسا وحير فلولا اذا بلغت الحلقوم نفطها بيك الحمها سو قارتو فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون اذن كان ايجي سامبو يري الهي سبحانه وتعالى تنظرون قفكي واجدان قفكي وفيري ليسان وانتم حينئذ تنظرون
ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون أنك إذن كيبنو إبك هستا إن وحقوا النقندون لكنه مجدان فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين هذا الأهين كل أبال مرينيو وهذا قيام جر مسكين كإذن كبحي نفتك إلي يضوضهي إلهي سبحانه وتعالى هذاتهن غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين أيقو احفى ديال لك لنحبحا ملائكة الله صدير دون بشاري أولاً قفك النوع عسى ولا ليال قفل البوك تلقى الاندتك النوع عسى أبكم مدنقطو أحد حال ديسو صدا أحيد أما قبل ديسا أحيد صدا اللو إلى جناي ويدبك الرب رغيان ووحك سلق سمينا أسقنا أوصل لهي سن لكن موجب إله الله سبحانه وتعالى أحد كمر الله لمرك لمن يقوله ببشارة خيرك إيا ولاقة مجر الشيء كججع البنية إنو إلهي لقلم سبحانه وتعالى مجر الشيء كججع البنية إنو قيامها آذو مجر الشيء كججع البنانا يلقلنك الله سبحانه وتعالى لقلنك الرب بوجع لابا مركاس إلهي لقلنك يسجع لابا سبحانه وتعالى صوت أمر كيسيب فليه أمر كيسيب كل بقاقي وحو الله أدير سميه وحو الله أدير كتري إذا واجعلانا يا إلهي سبحانه وتعالى إذا وطرر يا إلهي رطيفتك سبحانه وتعالى إذا وحو آدي وقدك دقيا إن قبرك يمنعش قيامها اللي بسوك يتقصر لقيه سبا دردد با أحد كمر الله لمرك إيمان أوليه ودين الله أوكو عمل فلي إن بلن أدك دك سيا طلبا يا إن مرك الله كحيه سبا أولئك تمامي صلى الله عليه وسلم انت صررت جناسة لغسي وضو قدموني قدموني إددجية إددجية ساسي أرمبو يريد النبي صلى الله عليه وسلم ونفسا لحد أدوك دب كيسة مشاكل كيسة أي ربطة إليك عرطة نقصة كتكتو نبي محمد مكو سكراتها صلى الله عليه وسلم حنوك رؤكسي سيادة هاي قبدي سيفاد ما أسرق شيء الله أبه وأن كربه بيتري وكربابا أبه كربه لصاري أبهي حنوك سارنا محو بجوابي ليس على أبيك كربا أبها دشي سكرب ماها بعد اليوم ما أنت وحيك الدنبيا وإسكاد منا إلهي بن أتقيا سبحانه وتعالى وللآخرة خير لك من الأولى تمتاسا كاغا في عن بوير إلى سبحانه وتعالى تمتاسا كاغا إيما بابا لبا من باقي إيغوت من بوير نبي صلى الله عليه وسلم سي أبيك أوضن إيدا وافنين وأبيك أوضن إيوري جنين أي إيقلي قول آدي أبوك روح بابا وإيبا لن يريو ضيالي كجران كليا مر الله لمركي أنقلي أو أنكو أركي من عرف رهبا أي إيراد فهذه دار الشهداء وشهداء الدار تودا لكن ماذا حاجة كرقات ماذا حاجة كرقات يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا واحد ضرور إذا عقب كركي هرنايا ودار تيهر كبرح بابا منزل كاقا واكا بيئدهم بويري قريق أبلاد أي قيام واكا الله إذن بركي يسك كيدايا gurigeega aan galay baan iri buu yiri sallallahu alayhi wa sallam umma qanna ya adun ya dibkiisa ilaahay ha idin raxariisto allah idin barakeeyo dacaani iska keydaay gurigeega aan galay maya umri baa kuu man bay ii dhaheen aadan weli soo dhamaysanin haddaan soo dhamaysatan aqalkaaga waad imaanaysaa ayay ii dhaheen labadeenaa ninna ana jibriilun wahaadaa mikaa'iil aniga malikul jibriil baa maykanna waa mikaa'iil ila socda رسولك صلى الله عليه وسلم دارتا إن أشق يسنو إن بدن نقوانيي وانا يا الوردري قفل ذي أنك جرنا أنك بحنو والله حياة طبعا وحقر صن ملا وإنت أنا دجدان وعيتان إيمال الله عايو إيمال الدين لغو قبصدو إيمال ودن لغو قبارتو إيمال الحمان أرقشو إيمال انت البدبادو إلهي عبد سبحانه وتعالى دارتا حقيق ذا إيرنتا وميشان الصعنو دارت قفك وكل بانا يوا دارت اللي آذي دونه دارت حسرة إي إبارتة إي مالنتك وقب الله ظن يسواتا هدارت اللي عبد ويس سبحانه وتعالى إلا إلهي لو أنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة
وهم لا يؤمنون وجدك رسولك إلهي ومالين تشالايدا ومالين فرت لقنيني دونه ومالين قوم ممالا سمين دونه ومالين نوصا قوم ممين دون بيت كان أن كجر نصاعك إن أتصوغ شو قال الله كل سجود سبحانه وتعالى مالين تقوم ممالا مالين تحصرها مالين تشالايدا مالين تأرقب لحق وجدك رسولك إلهي ووقت أمرك لك لحبني أيغونا غفلي كجر مانتا وهم في غفلة إلا بكسوغيين أو عملك صالحة أو خيرك ولاقة أو على نوض سبحانه وتعالى مجرد إلا مفسرين تقار أي تلمامين أيضا إلا تلمام يسو مر الله لمرك أهل جنوه أي جنوه قران إيوحي كواري لها أهل النار كنا مات أي قريات إيوحي كواري لها ميتك إنت لسوقت لقو نحقو رعيا جنوه إيا مارت إنت أود حيسا أهل جنة الله الله يا أهل الجنة لبي markaysu istaagaan mata qaalin mid kaan aamixan u garan weynay waa ki xanoon ka badnaayeen soo dhadhaminay waa meedki waa geeridi ahlu naaray mata qaanin ha waa geeridi waxa lagu dhex gowracayaa naarta iyo jannada inta u dhaxeysa ahlu jannay khuluud la mauta fihi wa ya ahlu naar khuluud la mauta fihi ahlu jannay khuluud ba idin sugnaatay waarid geeri ma jirto أهل النار خلوب بإذن سغلاتي غير مجرته هذا الإيكا غفر حد بريين أهل جنوه مجرته هذا الإيكا غمحذين إي حصريقا مما بريين أهل النار كون مجرته وأنذرهم يوم الحصرة ما لنت قوما ماذا أقدي ما لنت حدان اللي أقدي انتين جوغنا ولا ليال هذا إله نوت المام سبحانه وتعالى إذن قفك مرأة الله نمرك وصاؤد منا يقف في عمبا ودنو بغيريونا يا مر الله لا مر كي ملعبت ساقو بشاريان او خيرك اي وناقا اي وحيابها الهي او قلم اي سبحانه وتعالى نفس دي سنة لقاذي الرحمن كي حقي صلى الله قاضي ان بضلت الماما اني خير اي وناق لهيب وحالت قودة بيلا يا واقيري وحي كوحكتين الا جهيسي الله ديار قرايو رسولك صلى الله عليه وسلم احد كمرك او دمت رك اي قوره وبكو قاذبو يري هذه شرفي أي تعي نفي عنا وحي دك دك سيا طلب يسا قبرك إن عيو لجيو وحي أرانا يسا إددجية قبرك إجيا إذا قبرك وحي نقونا يا برزق سيد إلهي تلمامي كالتيدا يأدوك آقرا أدوك نواب كتك تي قبرك وحد كسوك يسا قيامها إلا إلهي تلمامي سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون إلا متكون قيرين أي قتماره وحو أرانا يا رب ارجعون إعلي وارقذال إعلي لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون برزق ما شاوي قف كيف إعلاء يقبض صالحا باهد مكا لك حيو او ان كلا ديغو رسولك وحو تلمامي صلى الله عليه وسلم ان قبرك ما لكو فدنين دونو قبرك والذين كو امتحاميا والذين كو فدنين دونا سيد المسيح الدجال في النبي سأوكالي اما وحو ديغما سيد المسيح الدجال في النبي سأوكالي سيد الدرتي با وحو تلمامي يا نبي الله تلماما ان لا اختبار ايو ان لا امتحام ايو مر الله لمرك دارتان لغتاغو قفك مسلم كأحمر الله لمرك وصابو دنتي قبضي قيمها بضني او ميشا لقيه حياة تدى دبلو غسو إليا سيد رسولك ترمامي صلى الله عليه وسلم حياة آنا نجرن كريم او غيب نقاء إن الرمينان الواجب تو حياة برزقية اللي يرهدو يو إلهي دبلو غسو إلي سبحانه وتعالى لبا ملك باو إيمانيا لبا ملك مركي اي ماغان وهي صاحة قران أكتيسة رسول الله تلمامي صلى الله عليه وسلم حديث قيد كاميرا إلا ويدين يا ربي إيا الدين تيسا إيه وحل ويدين يا النبي رواية قروا أي تلمامي يا النبي إنت اللوس ومثال أي الله أرانا يا من كان محاكة تقانا وحياة طبعا نقدم بيسا ولا ليا ومر الله لمر كان لمن وحي جيري ذا كبن بيسا امتحان كي فانفورك إيا كي جامع لها أبا لو قد بانا إلا أقريو امتحانات كي شهادوك اللي قابل لها كسي درنبا وامتحان الدوني دورا ليال وحدي آتا عبد الله يابا إن أفقرال كسو وريقة تود وزارة وحسي صور لغو ضعفو لغا يابا إن أفقسي قتلي كرتميشا صور دنبا إن وحكو قبصنا يسنا أمرك أجرين سادرتي وامتحان كي أغو قيمة بضنا وامتحان كي أغو لك بضنا وامتحان
imtixaankii haddaad ku barmoosto khayr iyo wanaag aad ku gaari lahayd, wa imtixaankii haddii aad ku dhacdo dhib iyo halaag kuu bilaaban lahaa. Sidaa darteed baa cuhmaan ibni cafaan waxaa laga sheegaa marka iirka laga sheekaynayo ama qabriga baka, waa oran jiray ilaa garkiisa ilintiisu ay qoydo. marka naarta laga sheekaynayo suusan u nixin buu qabriga uga oran jiray cuhmaan radiallaahu canhu. mar allaalla marka la yidhaahdo maxaa kugu dhacay ayuu oran jiray waa meesha ugu horaysa oo hadday kuu badbaado oo nabad la kulanto oo khayr ilaahay kugu siiyo inta ka dambaysa ay ka sii fiicnaanayso. waa meesha keliya haddii ruug iyo imtixaan shay la-aan iyo imtixaanka aad ku dhacdo, haddii maalintaa meesha dhib uu kugu bilaawdo, waxa ka sii dambeeya ay ka dhib tahay. waa kugu keliga, waa ku cidla, wax ma wadatid, qarfan cad baa lagu soo siiyey oo ummaddii ay ku soo siiyeen marka lagu soo aasaayey. dukaankaagii malaha, raashinkaagii malaha, gawaaridaadii malaha, dahabkaagii doolarkii malaha, duuniyadii adduun waxaad lahayd malaha. sidaa darteed walaalayaal, waa geeri waxa ka dambeeyay in loo diyaar garoobo mudan tahay. yaa loo diyaar garooba, waa meel mudan in loo diyaar garooba. ilaahay markuu qaaruun ka sheekaynayay ummaddii uu ku dhex farxay waxay dhaheen walaa tansa nasiibaka min addunyaa, ha iloobin nasiibka adduunka aad ku leedahay. sida ilaahay kuu hagaajiyey u wanaaji, xoolahan alla ku sii, waddada khayrka ku bixi, cibaadada iyo diinta alla ku soco, oo ha hilmaamin adduunkaaga qaybtaad ku leedahay. waa waxa xaraasha ah ee aad cunayso ama aad cabayseed ku raaxaysanayso, waa laguu ogol yahay, laguuma diidana. laakiin qolaa ku fasirtay taa loolama jeede, waxaa loola jeedaa ha iloobin mitirka iyo barka aad dhulka ku leedahay iyo go'a cad ee markaa lagu gelinayo, ilaa wax kale kuma lihide. wax kaload meeshaan kala tegaysaa malaha, wax kaloo meeshaan aad kala qaadanaysa malaha. saacaddaadiiya ugu liita waa lagaa furayaa haddaad ku dhex dhimato, dharkaagiibaa ugu liitay waa lagaa bixinayaa, waraasagaa shaqaystay daaya, waraasagaa dhibtoodee daaya, war salaada subax soo shaqo u aado cisha iyo ka imaan jiray daaya ma jirto, waraa inaa shaqaysatay faraatiga dahabka u daaya ma jirto. hadday inantu dhimato, meesha ugu horeysa laga fiirnay waa faraha iyo dhuunta walaalayaal, haddii dahab ku jiro siisan qabriga ula aadin. subxaanaka yaa ilaahay, waxaan shaqaysanaa saa nala ka yeelaya, waxaan annaga kasbaraa saa ahoo dhala ka celina, wixii fiicnaa eedna anfici lahaa waa ilownay, wixii nalaka reebi lahaa ummaddu ay naga dhaxli lahaayeen waa ku dadaalnay. sidaa darteed baa qofku mar allaalla marka saas xaaladiisu ay tahay oo la kaxeeyo qabriga sidaa loo dhigo, waxaa loo soo mathalayaa nebiga sallallahu calayhi wasallam. markaasaa la leeyahay ninkan maxaad ka taqaana, ma garanaysaa ninkaa? waxaan ka hadlaynay wiil fiicanoo nebiga sunnadiisa ku dadaalay, soo nebiga u labisan jiray u labistay, soo nebiga u tukan jiray u tugtay, soo nebiga u soomi jiray u soomay, soo nebiga u xajin jiray u xajiyay, soo nebiga u cibaadaysan jiray u cibaadaystay, in badan ku dayan jiray rasuulkiisa sallallahu calayhi wasallam, aadkii aadka uu u jeclaa, isla markii waa soo degdegayaa. gabar noocaasoo kale waxay odhanayaan nacam, haa waan naqaanaa ninkan waa nebi muxamed sallallahu calayhi wasallam, waa muxamed. jaa'anaa bilbayinaat, aayaad cadcad buu noola yimid. faajabnaa, qabriga ku jira, imtixaankii baa ku socda, imtixaan ayuu ku jiraa. su-aashii baa la weydiiyey, waa sheegayaa waxaa weydiinaya laba malag oo ilaahay u wakaashay subxaana wa tacaala, war iga leexda aan idin wax siiyo, aan idin laaluusho, war iga baaqil ay aygu adkaynina ma jirto. laa yaxsuuna allaaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun, sidii loogu talagalay imtixaanka u qaadayaan. sidaa darteed buu odhanayaa nacam, haa waa nebi muxamed, aayaad cadcad ah iyo hanuun ayuu noola yimid, waan ajiibnay, waan raacnay, huwa muxamed, huwa muxamed. waa ku celcelinayaa nebiga magaciisa sallallahu calayhi wasallam. hal mar miyaysan ku filnayn walaalayaal? hal mar kuma filna miya inuu dhaho huwa muxamed? way ku filan tahay, laakiin jaceyl buu u qabaa nebigiisa sallallahu calayhi wasallam. nebiga ayuu jecel yahay sallallahu calayhi wasallam. saan macaasida u jecelnaa bay ilaahay u jecel yihiin iyo nebigooda, saa fisqiga uu yahay saa u jecelnahay ayuu u jeclaa nebiga sallallahu calayhi wasallam. mar walbu xafkiisa ka soo baxa ayuu u degdegi jiray, salligiisa ayuu ku dadaali jiray, habeenka jimcaha uu lama sii jirinba, in badan baa nebiga cadaradiisa iyo udugiisa ku raaxaysan jiray. sidaa darteed buu saddex mar ku celcelinayaa, waa muxamed, waa muxamed, waa muxamed. waa ninkiina loo soo diray, aayaadka cadcadaan noo keenay, hanuunkii intoo dhan aan markaa ku ajiibnay. seexa ayay leeyihiin hurdo wanaagsan seexo.
nin saalixan riwaayada qaarkood sida ninka arooska uu u seexdo oo kale u seexa loo oranaya maxaa arooska loo soo qaas yeelay oo ninka kale waardiyaha iyo ninka tukaanka iibiye ka kale u seexa loo dhihi waayey xilliga aroosku waa xilliga axadka oo ugu qiimaha badan ee aad iyo aad loo ixtiraamo waa maalmaha aan hurdada laga kicinin marka quraacda loo keeno arooskii aroosadda haddii albaabku ugu laabaya xataa loo mariixee meeshaa loo dhigaa waa la qadariyaa waa la qiimeeyaa waxaa loo sameeyaa tixgelin aad iyo aad u mudan axadka caruuskee arooska ku jira awoodu ma laha inuu toosiyo axadna ilaa hadday dhacdo xabiibadda adduunka uu ka doortay inuu nolosha la wadaagaa suurogala inay toosiso saa darteed baa loo odhanayaa hurda saalixa hurud war arooska nin u seexdoo kale u seexo waan ku ogeen inaad muuqin tahay inaad yaqiinsan tahay waa ku ogeen waa ogaayeene maxay u su'aaleen walaalayaal haddii ay og yihiin maxay u weydiiyeen waxay u weydiiyeen in la muujiyo in ummadda la tusiyo in ninkan imtixaankii uu gudbay in ninkan imtixaankii uu ka soo baxay matal tusaale haddaan soo qaadana arbada iskuulka dhigata macallinka wax u dhigaa casharada in allaana inta damiyeyin oo dhan wuu xisaabsiin uu garanayaa inta wax taqaanana wuu yaqaanaa macallinka imtixaanka marka la gaarasa dhihi maayo intiina waad fiicantihiinoo waad baasteen intiinana waad dhacdeen laakiin imtixaan baa lagu kala saarayaa waxaa la rabaa cid kasta in la muujiyo qof kasta in sidiisa markaa loo muujiyo nebigu wuxuu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam albaab naar ahaa loo furayaa qofkii mu'minka ahaa gabadhii iimaanka lahayd albaab naara naartii hulcaysa oo qaarkay qaarka kala cunaysa bahaladii iyo masaskii cuntadii ahlunnaarka dhibka iyo sadiidka iyo qurunka badnaa aa la tusayaa markaasaa loo odhanayaa ma ujeedaa waa manzil laguugu talagalay inaad gasho laakiin waad badbaaday low aad camal wanaagsan ka tegi lahayd low aad xumaan lahayd meeshaasuu ahaan lahaa gurigaaga meeshaasuu gurigaaga ahaan lahaa meeshaasaad geli lahayd halkaasaa lagugu talagalay inta laga oodo albaab kale loo furayaa walaalayaal oo janno ah oo wanaag ah oo raaxo ah oo nimco ah manzilkaaga waa kaasaabaa la leeyahay kan ayaa lagugu talagalay waa la waasicinayaa qabrigiisa madal basar ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu og yahay ayuu meesha ku siinayaa ilaahay baa garanaya waa xayaata naga qarsoon laakiin rabbi noo sheegay inaan aaminno oo rumaynana lagama maarmaan ay tahay sidaa darteed buu odhanayaa rabbi aqimi saaca rabbi aqimi saaca ilaaw saacadda qiyaama rid ilaaw saacadda qiyaamaha dhacdo sababtu waxay tahay wuu imtixaamay wuu aflaxay waa goosay waxaa la tusay jannadii uu leeyahay dhaqso ayuu rabaa inuu markaa tago dib aan usoo laabana adduunka aho kii salaada diiday iyo kii fisqiga ku socday iyo kii ummadda laga keli waayey kii ilaahay subxaanahu wa tacaala caabu lagu keli waayey gabadhii nooca ahayd mar allaalla markay dhimanayaan buu tilmaamay nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa loo soo dirayaa malaa'ig cadaabeed waxaa loo soo dirayaa malaa'ig aad iyo aad nafta ugu xanuunjisay sidhiba ugu qaada waxaa loo soo dirayaa waxyaaba aad iyo aad u dhib badan isla markii albaabka loo soo galo salaam ma jirtee waxaa loo odhanayaa fiima kuntum qaaluu kunnaa mustadcafiina fi lard maxaad ahaydeen aawo diintii alleh aawo wixii sameeya laydin yidhi adduunkana laku daciifsaday salaadda waa tuka weyne meeshaan joognaa xijaabka laguma qaato ilaahay lama ogola waxaa inaan samayno qaaluu alam taku ardu llaahi waasica fatuhaajiruu fiiha arlada ilaahay miyaysan waasic ahayn maxaad ugu haajiri weyseen muhaajir waa qofka ka hijrooda meel allaalla meesha diintiisa alla ugu caabudi waayo subxaanahu wa tacaala muhaajir waxaan u naqaanaa ninka inta duuniyadda qaadee maalta ay geysa maanta muhaajir waxaan u naqaanaa ninka maanta baxee wadamada noocaasa u hijrooda muhaajir waxaan u naqaanaa arrin noocaasa sidoo kale buu xadiis nebiga ku tilmaamay muhaajir waxa la yidhaahdaa xaqiiqa ah qofka ka hijrooda wuxuu ilaahay ka reebay subxaanahu wa tacaala waxa ilaahay kuu dira markaad ka tagtaad muhaajir tahay xaaladdu saasay tahay walaalayaal qofka noocaana isla markii ilaahay aayad kale wuxuu ku tilmaamay bud iyo garaaci lagu bilaabayo fa kayfa idaa tawafathum almalaa'ika yadribuuna wujuuhahum wa adbaarahum gow iyo qac baa lagu bilaabayaa mar allaala markay u soo galaan maarata meeqa qofooda sakaraadoo sariirta lagu celin kari war meeqa inta isbitaalka oo ay ku mudan yihiin cirbadaha aan lagu hanan karin oo lagu celin karin xilligii sakaraadkaa la maray malaa'igtii baa dul taagan cara allah korkooda ku socota waa la garaacayaa dhib iyo rafaad bay ku jiraan washaakil fara badan bay ku sugan yihiin waa la garaacayaa yadribuuna wujuuhahum wa adbaarahum hor iyo gabaal baa laga garaacayaa buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala
وقف وقف إلهي دين سبحانه وتعالى وقف إلهي سي هجاجي ويسي وأن لغو كري وأن أوامرت إلهي قاد شرير وأن لغو كري وأن دين تعالى كسع سبحانه وتعالى بعدما يحالد دي سساطة أن قراح يا أساقنا دي بي رفاق لغو سي سمينا يا سؤول يقاي وقاي لنا يا وعقة سمينا يا مركي دب نفتي لغا سلم يا ولقاب يا حياتي وأن بحيسا إلى نفتا سيدي ذا بإلهي بقرانا يحلقي اتماعي حلقي بحضا مر الله لما كيدين محمد واكا صير روح ذا أو يدين يهودا إلهي سبحانه وتعالى معيري ما كي أي من يا أبا القاسم وعما غشي كي صار روح ذا معيتها عبار بو آموسي نبيك إلو وحيونا يأيان أغاني بيبهن سحابة مركي اللي يفتيد وحي هاي معيري ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي روح ذو الله أمر كيس سبحانه وتعالى اتقانا مجرته أنا الوساس أمرض حجفان لك نحب حين يا من نقان حل أي بحضين هو إذا علوش إلما كجرة من نقان حل لسوق لي ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا علمي وحبا الذين كسيبوا الله إلهي سبحانه وتعالى ما تسال الله قراحه أولا لبباتي أولا مشاكل لما مرسية انت بمرايان إلهي سبحانه وتعالى مركي أجيشي انت وقنا ما يتم نجاره إلا صلما نفتي سيدا قفكي في عنا اللوك حيا اللوك حينا يا نفتحن وحي لين عيبو يري نبقى هلا جيني وحقي إي وضان حقي لا إي وضع وحقي إي وضع وكلك ألو نعبي هاي قف الله لا قفك الله كلك إلهي نعى إلهي لكلك سونعى سبحانه وتعالى سيدا درتك بمر الله لا مرك الله سيك حين يلوذي حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون والله إذن كداري عني يبوليه وكسو نحر الله يا صريرت الله بوضع رب ارجعون رب ارجعون صوبت لوسو علينا يا محيطها ما صوبت لوسو إن أدوك لوسو علي يا محيطها لعلي أعمل صالحا عمل في عنبان صوقبنا والله أنا حمان دم بآذين فسق دم بآذين خمر دم بآذين قار دم بعنين سون كان سومية خير كان كدنا لي لعلي أعمل صالحا فيما تركت لكن فات الأوان وقتي وقتي واتقي ما أحلقي لي كلا إنها كلمة هو قائلها وهذا إصلاح الله يوضع إلى سبحانه وتعالى ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون قف مقلا يا مجرو وإنسي إيه جني وحكى لرب قلقي ومقليان دبك وراها بي مقلي لها ينصحذين بي قد ما الله ينسي ذا حديثه أي تلمامين يا إسآسي لها قفت جناسة كوبا بيوري علي وهي مجيب ابنها ميشان أسعب قيلنا يا إسآسي لها ولا ليا إلهي باكم أحسن لك قريه إلهي باكم أحسن سبحانه وتعالى والإسكتوري لها لكن ربي أيا سمعه ذك قريبان مقلسين سبحانه وتعالى ولو ذا وقيلنا يا سوقيلنا يا ميشي سيلا بيغا يا رسولك صلى الله عليه وسلم وحو تلمامي أصغنا إلا صفري سنايو وحو تلمامي إلا بذي ملك إيكوبي قلي في عثينا ويمد إلي وإيمانا يا سؤال دا لوين دينا يا ننكا متقانا هابو ليا كمثل الحمار سيد دمير أوكالي نبي محمد نكي أقوى يوقونا يا ولا ليا نكي نبي محمد ليري نكا متقانا أويري لا أدري حقو أسعدا ولا ليا من نبي محمد انت اللوسو مثال ومدي سؤو كمد أهالا يري نكا محاكا تقانا أصير دميرك أطيري حقو أسعدا محاسا أدن بايا ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلت دبك وحدها دهايا المغلى أنا وإسك دهاي لا إله إلا الله محمد رسول الله وحي تهي إيو الله قوض إيو ميشو كيمد إيو الله قتلق لي إنت علمي أمله إنت ما أقانو حال بأينا ندعين ولا ليال نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي حقا إنا لا صاد ريوة ونبي نلجع على خير يوناك إنا نهلنا ونبي إلهي إنا قتلق لي أصب ودن إنا نحريس نقض صلى الله عليه وسلم سيدا ارتبا الله حقا وهو تلمامي قفك مركو سايرة هذا ما أقانه ما حيث مينا يا الملائكة ملائكة عرد درت الجنوب وطان بركة سميسا هل كان لبدا إن دوت انت أبحيس انت الله قدفته ويكو قراعان وقيلنا يا قيل وح الله الله وح لحريري مغليان إلا فقلين ما هانا هضاني جنيك إيا إنسيك ما هاني لا دريت ولا تليد وليها أقان وليها أقرنين وأنا قراء يا نبي محمد هداد ما أنت قرويسي نبي محمد هداد شيء ويسي صار سألو قرية
dariishad ayaa loo furayaa janna ah oo naxariis ah oo neecaw ah oo aad iyo aad u barwaaqo badan, naciimadii, xoolcayntii, wanaagii, khayrkii ku jira indhaha loo saaraya. Ma ujeedaa? Waa aqalkii lagugu talagalay haddaad nin saalixa ahaan lahayd, waa aqalkii lagugu talagalay haddaad qof fiican ahaan lahayd. Maxaa loo kala tusayaa? Ninkan daalimka ah ee jannaarta geli doona jannada waxaa loo tusayaa inay nadaamo iyo qowmamo u siyaado. Sababtu waxay tahay meeshaasuu ka qaday, meeshaasuu shaqaysan waayey, markaasaa nadaamada iyo qowmamadu ay ku badanaysaa, markaasaa waxaa ku sii badanaya qowmamada iyo shalayda iyo nadaamada. Bacdamay xaaladdu sidaa tahay, idan waxaa loo baahan yahay walaalayaal in aada loo dadaalo, in maalintaa la ogaado geerida waxa ka dambeeya in loo shaqaysto oo loo diyaar garoobo oo ilaahay subxaana wa tacaala looga cabsado, khayrkii wanaagana lagu badiyo. Ma ogi markuu dhaasho baakada waxaa la leeyahay, waa meeshii aad ku lahayd haddaad rabbigaa caabudi lahayd subxaana wa tacaala, waa meeshii aad ku lahayd khayrka iyo wanaagga, waa meeshii ilaahay subxaana wa tacaala uu kugu talagalay lo aad noqon lahayd rajul saalixa, gabar fiicano xijaabata, diinta alle ku dadaasha, dariska aan dhibin, haddaad noqon lahayd nin fiicano saalixa oo salaadaha xaadira, ramadaanka sidii loogu talagalay u sooma, khayrka iyo wanaagga badiya saasaa kuu sugnaan lahayd, meeshaasaad geli lahayd. Laakiin maanta inta laga daboolo albaabka loo naareed inta loo furo yaa la leeyahay meeshaa waaye ma'wadkaaga iyo meesha aad markaa gelayso. Waa dhibaato walaalayaal. Qabrigiisa waa la isku keenayaa, ilaah wuxuu amrayaa in qabriga isku yimaado. Qabrigii baa isku imaanaya ilaa feeriis isdhaafaan, sida xadiistu ay tilmaamayaan. Kuwii bidixda jira walaalayaal midigta imaanaya, ciriiriga isku keenaya qabrigiisa dartii. Kuwii bidixda jira way soo dhaqaaqayaan, xiriiriga xagga laga soo ciriiriyey dhinaca midigta isagu imaanayaan. Meeshaasuu ku jira xaaladiisa saa'a, xaaladiisay arrintu sidaa ku noqonaysaa, cadaabkaasuu ku jira. Cadaabka iyo rafaadkaasaa qofka u dambeeyo meeshaasuu aadayaa, halkaasuu ku sugnaana. Markaasay oraahdiisu noqonaysaa, rabbi laa taqumi saaca ilaa saacadda yeenan dhicin, waayo meel baa la tusay dhib badan oo meesha uu ku jiro uga sii dhib badan. Taasay xaaladiisu noqonaysaa, arrintiisu saasay markaa ahaanaysaa. Rabbi agtiisa khayr iyo wanaag buu ka gaarayaa qofku mar allaala markuu taacada iyo diintii awaamirta ilaahay uu ku dadaalo, mar allaala markuu dayaco amarka ilaahay ee uu diido khayrkii wanaagga inuu ku socdana, dhibaatada iyo rafaadkaasaa markaa u dambaynaysa. Qabriga walaalayaal waa meesha naga horeeya ama naga dambaysayn aadi doono. Qabrigu waxa uu leeyahay cadaab aad iyo aad u adag ama naciimo. Qofku wuxuu u noqonayaa beer beeraha jannada ka mid ah ama xufri iyo godgodadka naarta ka mid ah. Qabrigu wuxuu leeyahay dami wax lagu magacaabo, waxyaaba hal mar qofku marka saa loo dhigo inuu ka badbaado ay adag tahay, axad ka fakanaya uusan markaa jirin. Saa darteed baa hal mar marka saa loo dhigo qofku ha fiicnaado ama ha xumaaday, hal mar oo dami intuu kugu sameeyo yaa cabsi argagax markaa ku galaya. Nabiga sallallahu alayhi wa sallam qabriga arrintaa buu leeyahay buu yiri, axad ka badbaadaya hadduu jiri lahaa? Sacad ibn Mucaad baa ka badbaadi lahaa radiyallahu ta'ala canhu. Sacad ma taqaaniin? Sacad waa ninkuu nabigu yiri sallallahu alayhi wa sallam safaliyatiga afka lagu tirtirta marka la qabeeyo mindiilka. Sacad ibn Mucaad uu ku leeyahay jannada ayaa ka khayr badan adduunkii waxa dul saaran buu dhahay nabiga sallallahu alayhi wa sallam. Ma aha dharka ugu jiro iyo xariirta uu wato iyo waxyaabaha kale ee noocaasa ma aha, arrinta noocaasa ma aha. Saa darteed baa waxaa la tilmaamayaa Sacad mindiilka iyo abtirtirashada uu jannada ku leeyahay inay ka khayr badan tahay adduunka iyo waxa dul saaran. Adduunka iyo waxa dul saaran kaasaa ka khayr badan shaatigiisii, raashinkiisii, ahlujanihiisii, xoolcayntiisii, waxyaabihiisii oo kale dhammaan ka bax. Waa ninka mar allaala markii uu dhintay eefkiisa sida la tilmaamayo hadday sugnaato ka soo qashay 70,000 oo malaa'ig ah ya eefkiisii ka qayb gashay ninka maalintuu dhimanayo. Waa ninka la yidhaahdaa waxaa dhaqdhaqaaqay oo ruxday raxmaanka carshigiisa, raxmaanka carshigiisaa ruxday oo dhaqdhaqaaqay, waa ninkii la yiri. Sidaa darteed baa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qofku wanaag iyo qiimo iyo sharaf ku siin karaa inuu taacada iyo diinta ilaahay ku dadaalo subxaanahu wa tacaala. Sidaa darteed baa waxaa loo baahan yahay axadka iimaanka leh inuu maalinta aad iyo aad ugu dadaalo, inuu rabbigii ka baqo, inuu taacada alle ku dadaalo waa shay muhiim ah. Qofka qabrigaasu saa ugu jiraa walaalayaal,
asoo qabrigiisa saa ugu jeeda ku cidhiirsan yaan annaga bannaanka geel iyo loo ku cunaynaa soo maa annaga la bixinayaa raashin iyo waxyaabo kale annagii waxaan samaynaynaa waxyaaba ilaahay subxaana wa tacaala ogyahay xaaladda sida ay tahay arrimahaasoo dhan waxaa muhiim ahoo loo baahan yahay in axadka muslimka uu dadaalo kuna dadaalo khayrkii wanaaga ee qabrigaa wixii uu ku badbaadi lahaa aakhir inta markaa la joogo xaaladdu markay meeshaa marto oo arrinta ay sida ahaato idan qofka muslimka ah waa in xaaladaha arrintaa ogaado qabriga dhibaatada inuu leeyahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay qabriga in laysku cadaabaayo wuxuu tilmaamay qabriga inuu cadaab watawalaanayaa inta ugu badan ee qabriga ummadda lagu cadaabo waxaa ugu badan kaadida buu dhahay nabiga sal alayhi wasalam iska nadiifin waayaan najaasada ay iska nadiifin waayaan waa inta ugu badan ee cadaabulqabri laga qaado cadaabkiisa waa cadaabulqabriga rasuulka sala allahu calayhi wasalam laba qabri buu soo dhex maray markaasuu innahumaa la yucadabaan labadan waa la cadaabooyaa wamaa yucadabaani fii kabiir wax weynna loo cadaabi maayo wax weyn oo saa usii badan oo hadda loo cadaabayaayo ma jiro midkood wuxuu ahaa kaadiduusu iska nadiifin jiray najaasada iskama nadiifinayo inta badan waxaa keeni karta qofki inuu weyso qaadan waayo salaadana tukan waayo axad salaad tukanaya suuragal maa inuu iska nadiifin waayo inta badan dahaarada waxay uga imaanaysaa qofka xagga salaada ana ay ugu timaadaa inta badan bacdanay xaaladdu sidaa tahay ee qofka muslimka ah ee salaada tukanaya dahaaro wuxuu ku heli karaa waa salaada salaadu aduhuur sida rasuulku tilmaamay sal alayh wasalam sidaa darteed talabaad nebigu wuxuu ku tilmaamay inuu ahaa qof isku dirdirka u socda cadaabulqabri kaasaa ugu badan inta ugu badan waxa naga horeeyay ka mid tahaye qof baa subaxiiba wuxuu u shaqaynaya usoo tega inuu ummad isku diro inuu dad isku diro uu madaxa isu geliyo inuu ummaddan dadka hadal ka qaado helal u geeyo cilina ka soo qaado u geeyo cadaabulqabrigay u badan tahay buu yihi nabiga sala allahu calayhi wasalam nabiga cadaabulqabriga maxaa kamida markuu tilmaamaya nin jiifa buu yihi nabiga sala allahu calayhi wasalam dhagax baa intuu ninsu haysto korkiisa la taagan yahay wuu kusii dayna markuu ku dhufto madaxa ka burburaa buu dhahay nabiga sala allahu calayhi wasalam hal mar markuu soo ugu dhufto madaxii waa xalismaa waa burburayaa wuxuu ku baaba'ayaa dhulka dhagaxii waa dilindiloonayaa ninkii waa aadayaa suu usoo qaato usoo noqon maayo magaxii oo dhammaystiray maahane dhagaxii wuu soo qaadan haddana sidii buu ku samaynayaa dhagaxii wuu soo qaadanaa sidii haddana ku samaynayaa rasuulku waxaa loogu tilmaamay oo loogu sheegay ninka nin qur'aan bartay inuu yahay haddana aan habeenkiina aqrinin maalintiina aan ku camal falin maalintiina aan ku camal falin maxaan ku camal falnaa walaalayaal qof kasta isfiiri adiga meeqa qur'aanka uga dhaqannaa maalintii laga soo bilaabo subaxii ilaa maqribkii laga gaaro meeqa aayadood ayaan ku dhaqannay meeqa aayadood ayaan ku camal falnay qur'aankii waa la yaqaanaa waa la wada bartay ummaddii oo dhan way garanaysaa haddana ilaahay subxaana wa tacaala habkii xaq ugu talagalay aan lagu fulinaynin waa dhibaato cadaabulqabrigay ka mid tahay rasuulku wuxuu ku tilmaamay qof inta daanka inta laga jeexo bikawaaneed birta la dhaho ee hilibka la siro meesha laga geliyo laga jeexo haddana canka ilaa iyo gadaal garka ilaa iyo gadaal dhinacan markuu dhiigga butuu go'go'o ayuu ninka dhinac kale aadaa intuu saa ku samaynaya kan baa sii fiicnaanaya wuu soo aadayaa haddana sidaa darteed kii kale haddana fiicnaanaya xaaladahaasoo dhan ayadoo ay jirto ayaa nebiga waxaa loogu sheegay inuu yahay beenlow nin been badan been badan beenta waxay ka mid tahay maanta nolol maalmeedkeena inta ugu badan nolol maalmeedkeena ka qayb qaadataa hadduu qofku ganacsi yahay haddii gurigiisa uu joogo haddii meel kale uu joogo beentu waxay noqotay xaalad waxaa noocaas oo kale wuli rasuulku wuxuu ku tilmaamay sal allahu calayhi wasalam waa laga qaadaa markaasay aafaaqda kale gaartaa jihooyinka waa kasii dhib badan yahay inta inta nin been sheego beentiisa la qaadee la faafiya jaraa'idada inta lagu qoro la geliyo haddana meelahan kale ee mutaqaanaa idaacadaha meelaha kale oo meel kasta ay sii wada gaarto wuu kasii dhib badnaanayaa bacdanay xaaladdu sidaa tahay ayaa waxaa loo baahan yahay waxay tahay intaana markaa layska ilaaliyo aada iyo aada in laysaga ilaaliyo lagana digtoonaado waa shay muhiim ah oo loo baahan yahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu kaloo ku tilmaamay cadaabka qabriga wiilal iyo gabdho qaaqaawan oo inta lasoo aruuray jika muufa huraysa lagu shubay jika muufaa lagu guray waa tinaar baalka muufada lagu dhejiyo waa ruucayaa mar allaale markuu walucubato oo kor soo aado waxay sigan inay soo baxaan
marka laala markay hoos aada ruuxu hoos aadeena dib bay noqonayaan waan dul istaagay waa wiilal iyo gabdho qaqa wan buuri nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaa loogu fasiray loogu sheegay zinaad zaniyintu inay yihiin dadka inta guurka intay ka tageen haddana gabdha islaameed dhaaf laga la'yahay jika muufadaas lagu gurayaa wiilashii gabdhaha zinaada ah qabriga lagu cadaabayaa suu nabigu tilmaamaya sallallahu alayhi wasallam sidaa darteed xayaatada naga dambaysay waxyaabaha meydka ka dambeeya waaye si fiican sida laysaga ilaalin kara ha laysaga ilaaliyo rasuulku wuxuu kaloo ku tilmaamay nin soo dabaalanaya inuu arkay wadi dhiig ah wadi biyihiisoo dhan ay wada dhiig yihiin waa dhex gelaya wuu ku dabaalanaya wadiga jiinkiisa nin fadhiyo dhagxaan baa ku aruursan agtiisa ma allaala markuu kii dhiigga soo dabaashay kasoo bax isleeyahay yuu afka intuu furo dhagax ku tuurayaa kan afkuu gelayaa gadaalay meeshuu kiin buu u noqonayaa maantoo dhan saasuu ahaanayaa rasuulka markii loo tilmaamay wuxuu ku sheegay waa loogu tilmaamay dadka ribada cuna ribisaar alladiina ya'kuluuna ariba laa yaquumuuna ilaa kama yaquumu ladii يتخبطه الشيطان من المس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ربا ما أنت بيعي نغلا ميتها يعنك ربا ما أنت بيعي نغلا ميتها يقبل وعن المال ميتك كو صرف لا يعشى كو تكا مدقبا كو وحي بيا كو وحد أدلمية وحي أردن بروتي بطنك وحي نغلا ولا ليا الربا سادرتي باوري بيك أخلاقا قديك دون يقولي سادرتي با بقح مارد أفكال لغو قلين دونا saadirtee baa dhibaato badan kala kulmi doontaa saadirtee in allaala inta layska ilaalin kara ha layska ilaaliyo toddobaatan iyo saddex albaab bay ka kooban tahay buu yidhi nabiga ribada waxaa ugu liita oo ugu dambi yar inaad hooyadaa guursato suu nabigu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam waciyaadu billaah in ninka uu hooyadii naa ka dhigto waa adna riba waa midda ugu hooseysa ugu liidataa inta kale way kasii adag tahay ka war ma suurogeli karto axad intuu hooyadii kacaysto sari la aada see darteed habkuu nebigu loogu cabirayo sala allahu calayhi wasalam cadaabaa naga horeeya qabrigaa laysku cadaa wax la cuna keliyaan la fiirinin wax la cada keliyaan la fiirinin gabarna la socdaa keliyaan la fiirinin hal la fiiriyo waxaa naga horeeyay maadaa bacda almowt walaalayaal geeri maxaa ka dambeeya inaan fiirno waa shay muhiim ah geeri maxaa ka dambeeya inaan ogaano waa arrin lagama maarmaan ah midkaa qabriga ku jira saan loogu cadaabiyo dhibaatada ku jira midka noocaasi ilaahay ugu nimceeyey subxaana wa tacaala arrimahaasoo dhan waa maadaa bacda almowt waa geeri wixii markaa ka dambeeya geeri waxa ka dambeeya inaan ogaano aad bay u fiican tahay caaqil waxaa la yidhaahdaa qofka xusuusta geerida una shaqaysta limaa bacda almowt caajis iyo doqonna waxaa la yidhaahdaa qofka nafsadiisa hawadeeda raaca oo ilaahay iska yidi diilsada subxaana wa tacaala kayisi caaqil waa ninka indheer garabka ah war gadaal maxaa kula horeeya maxaa alla ku siin doonaa cadabkii waxaad ku socota wax lagugu cadaabi doonaa ma wax lagugu dhimcayn doonaa caaqilkaasaa la yidhaahdaa caqli waa midka maanta wax lagu gala ganacsaday waa midka maanta ribix badan lagu helay waa midka maanta waxyaabo badan lagu sayaaseeyey waa midka maanta umuuro badan lagu gaaray caqli waa kii ilaahay kuu dhaweeya rabbi aad ku caabudo xumaantana kaa reeba intaasoo dhan oo caqli adduuneed wax qiimahu leeyahay ma jiro meeqaa tasaruf adoon ku dheer hal marna ay ilaahay u sujuudeen subxaana wa tacaala war meeqaa ku dheer xirfado iyo sida wax loo kasbado oo calal aqal maalintii intaa ruuxa heshaa laakiin hal salaad aan masaajidka soo gelin caqliga noocaas muxuu noqonayaa waa caqliga qiyaamo marka la taga lagu odhanayo low kunnaa nasmacu aw nacqidu maa kunnaa fii asxaabi saxiir haddaan caqli lahaan lahayn haddaan caqli fiican lahaan lahayn caqli wuu lahaa caqli wuxuu lahaa dadka lagu kala siyaaseeyo caqli waa lahaayo mid wax lagu kala dabaru lahaa caqli waa lahaayo caqli wuxuu lahaa ummadda laysugu keeno ummad lagu hagayo caqli wuxuu lahaa kaabaqabiil lagu noqdo caqli wuxuu lahaa waxyaabo badan arrin lagu sameeyo laakiin caqliga xaqiiqdee la tilmaamayo ee maanta uu abjinayo waa caqligii ilaahay diintiisa lagu hagi lahaa oo ilaahay uu ku caabudi lahaa oo diintii alla usoo dejiyo uu kaalmaysan lahaa sidaa darteed buu leeyahay low kunnaa nasmacu aw nacqilu maa kunnaa fii asxaabi saciir factarafuu bidambihim
ذنبي بوجود كرتين فصحقا لأصحاب السعير أصحاب السعير نهلاق يدرين باقصق ناضي ولا ليال الدون كان وامين إلهنا كيني سبحانه وتعالى وحنا الله كيني ودار تجرب امتحان ودار لغو تلقري عمل إلا لغو تبصده إلهي لغو عبده سبحانه وتعالى ودار إلهي لغو تلقري إنا كو عبدنه ودار لغو تلقري تكاليف تدشي نالله صاري إنا كغسوا بحنه ودار إلهي لغو تلقري إنا صلابة أنا ملك وينين صور كان أن هجاجينه خيره وناجر أن كدلنا ودار إلهي ما قلت لجل سبحانه وتعالى وحن ما أنت كسبنا أبل كذا إن برنا لصين ضانا ما أنت ودار عمل برنا ودار حساب إن إلينا إيارهم ثم إن علينا حسابهم حقين أسر الله بنايان كل كينين حسابتم كودوها طيب وير إلهي سبحانه وتعالى إذن وفك مسلم كأ إذن وإنو كتلقل دارتان دارتا كدام بيسا جيرك بعد وحيابها لقاري دونه وحي إلهي ومضى وقرسين دونه سبحانه وتعالى محيل كل دونه قيامة مركي تغان أرموه كاسودان إن مسكح دينا أي كبو عدو وشي مهيم أهر لقام مارمان نبي محمد صلى الله عليه وسلم مركة قولك من يحونا فريج إن تعبيه سور قلنا ضغطه إن قبورا حدا لدول تغو قبر يغا إنت اللي استاغ لدول استاغو الله فيريو إنت ساوحي كلي فكرتا إنو قلبي جينا جلعه وعي كلفي كرتا إن الإله أسر الله بنا سبحانه وتعالى وعي كلفي كرتا دات الدنب آخر إن حصوصنا أو نكي شر كل صاحب كأها أو كي شر أدوذ الشقين جرتين أو كي شر أدوذ السعين جرتين أو كات شر قاري وكقابي جرتين سوميشا اللوغة مسوى تغين أبيغا نصاصو كلاب نقوني سائن وقفكو يرهدو دمع أدونكو يراضا مركاك بعدي رغبة آخرانا أي بغطو وحيابها الدمع الدول كبضي الرغبة آخر يا رئيس وحاكمين هبيك إمال إمارتها إصرفت على ذلك إلا بحجره هبيك إمال قبضها حد عدك إلا بحجره هبيك إمال دولار يذهب إلا تريه هبيك إمال حرب إنسان نقطه تروحي كل فيسا إن آخر لك سيدرقه الدول كان اللو سيدواذه بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى تروح الوضع تروح بحجرنا سيادرت ابو هبيع والبق صدح مركا لقى ربقيع وتقى يا نبي صلى الله عليه وسلم لكن سكستها تبقفك انت ما انت لسيك حيني كيك حيني سيقات في عباية قبر جيبا لقدو الشاكي سنة قبر جيبا حيوان لقدت الماما قبر جيبا للي ميقف فائدة بهشي الدرع بي وحيابه ميقف مركا باكوس وسعد وكوس ودقى حقيك للآذى وإلهك وحسوسنا سبحانه وتعالى ولا لي ماشك على قلبي جينا جلعنا يلاقي من الآبين حقيت هاي ماشي اللي يركو حسوس تآخرة هذه انت عطقنا حال لغو سميه او حرام لغو سميه او سيجار لغو دلعبه او دينت الوحا لين لغو شاكيه او ربحي الدين كي يوحي سوق يالي ماشي آخرة لغو حسوس الله هذه لغيه مالك لما ناصى صعته او لغو حسوس إلهي سبحانه وتعالى وأن جهنم أهين ولا ليال او ان جهنم اهين دبك وحاكم الى مذهب الله اتق الله اخذت العزه من الهي اسلوين اي قبنيس الهي كعب صار ديبيسبا والالهي كعب في ربك عابد بده كتهي فحسبه جهنم حتى اتق الله وعلمه جهنم الذي سبب الهي سبحانه وتعالى ما لو قتل جل جرتها ما تمرك الهي ابوري جهنم انت اشتكيت يا ربي اكل بعضي بعضا الهي القاك رقاك كلا عني ايضا اسعنت جهنم ولا ليال تحتين بيسا ميسا دوتك انت كسو باهين يا ابي اسكسو جيستي قاركي با قارك كالحني كل كاسو الله ونفس الهي ابني سبحانه وتعالى نفس الشتاء يمت صيف كآه قبول كان برنات اركيسا وزمرون نفس طيب وناي نبي كلين كان برنات اركيسا وجهنم ونفس طيب وحل مر هافتري كليا قفك مأوى الله قبقه قفك عود الله قبقه وعياذ بالله سيما قنيا دبات ابي اتوين اي مكان قنيسا قبرك مركز ساسو اهابه او دبك صائي وكر جيران عذاب بوليه سيد الهي ايات كلا كنت المعني فرعان مكان لغشي كيني النار يعرضون عليها غدوا وعشيا وقبرك نار بالله بطيق يا صبح يا قلبة ما لنت صاحب قيامي استاقي سنوح الله ارانيا ادخلوا آل فرعون أشد العذاب عذاب كان أدر إنجليا حاكم مركو ما يشاء دماغه وأرنت صائل نقطة واطا نفقد أي دعيسه مر الله لما مركبونك قيام اللي يري أمد والا صواب حين يا ولا ليال وهو حما قدم بيا وحا ديار لو يهي قف والبا وحا كسب رمان بين لصير قال انت قيام الله صواب حيا وهذا الحق أي رب تلمانه سبحانه وتعالى
قيام بعثك أمر رمي ورؤن كمية تيرك إيمانك ولا ليا ما لنت قيام الرومين تيد وشيغ هرمك وناق اللي بقاره سيادت با إلهي سبحانه وتعالى وعكتابك بشيغي ومطفر الضمان وبعثك قيام إنكرسان الله سبحانه وإنكرانه قلت أحد ماذا جرته ماذا جرته زعم الذين كفروا الله يبعثوا قلت لماذا ليس سواب بحنايه إيه قول عمل كود إيه وحي قبان أيام تصانع إن بعثوا سمرك أجرين به وهي قيام إلى وحكوت المعنى سبحانه وتعالى وبالآقرة هم يوقنون آقرك ويقنسا إنيهين سيد وقانا وأشقينا وعمل فرع وقدنا ربي وعبدية إنت وإنت سنسا عملك قلنا إنه قيام يقنسين يهي لكن قفك ما أنت إنت حمان إسكنحك علي رمضان كنا شكونا طمادا أغين ولي أمسيكا سيد الأمبين إله بإذنك إلهي كمية سبحانه وتعالى ولي أنقيري ونفس مين محيط تصال لينا نساء محيط تصال قطهي يوصل قيامة يقين سنين ولا ريال بعدني حالات صلاتهي يا قيامها جريتان كيدو وحي كمتهي أي مولك إلا الرميو واجب كي مكاتهي صلبت قيامة اللي سمي محيطهي والإلهي ما لنت قيامها موجود بقي أو مرد قيامة مجينة أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى إنساكم روحوا أم لنا إن عيار عيار لغتك يبغض إلى سبحانه وتعالى والله قضلي ودويناتي قفك أبدون تأدي شيء قفك أبدون تضع عيسي زاني لا أبدون تضق شيء وحى إلهي أم عابدين وابسكت بمطي وابحضي أبو الظالم أهو مجرمه أمد أدونك قصي نين كانوا صباح يوم نفي أبو النقضون طاع إلهي كد دالي ولا الدنيا دي جسيب ولا دالي حولي سبا لقاطي ولا واحد قد بي صلاة دي دين تألو كد دالي مع ذلك الله يا بي نبقي رفاق إنو كجر أدونك وحوايو إنو حولي إنسانين واحد انتي أصغانا ليس صباح الماي عدالة ميا ولا عليا ظالم دم البطناء ومجرم عاود انتي ليس صباح الماي عدالة الله مسكين للدنيا وطب يقرسي وربي عبد جري وليقي سيلا قضي وعليقي سيلا قاطي ولوحد قدبي الله ما صبيتي وطب يرفات كجرة وعد انت اللي صبح المايو حقيق لآخر وحي تلمامي سعدالة إلى سبحانه وتعالى وإلا هل مجرم كان ميلا غارة وإلا هل مسكين كان صوتبك وقجرة كل انتي ميلو إلهي وقضي فيه سبحانه وتعالى حكمة الرحمن كوحيكيات إن قيام الله تقامرك إن آخر لآدو إن إلهي سبحانه وتعالى قفك استجزيسي أبالك سأوصيه مجرم ظالم أهدن بينا أهنا لقدر يمرك أوقلي إن هلك لقصوه ميقى حرى لقدعي ميقى لوحد قدبي ميقى قردر مودلي ميقى مشاكل لقرسيه او اسكتنت ايضا حتى ديفتوري وحيري انا دونك اللو سينين وانو هلا محل لو قطر قلي انو كل يبصدو كفر الهينا سبحانه وتعالى عدالة دي سوحي كنتين قيام الله تغو ظالم كان مجرم كأهنا ان الهي ميقو كغا آره لهلا هلقا ساليسو قطر يا مرك ماشا ساليسو قطر يا سيد الهي تلماما يا سبحانه وتعالى وحاد كعب ستان مالين مالين تاسو ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت نفس توحي كسبت اللوء فينا أيضا لدرمين بودا إلهي سبحانه وتعالى محكمة ما لنتا بعيسى ولغ العالم كما دعين عدالة ما لنتا قوليسى ولغ لما أركن خيرك إيوناك ما لنتا دبك خيرك بدنا اللوء أبا المرين ولغ أبا الله عصو لمهل دبك عصابة سيلا اللوء عذاب ينا ولغ تاسو كرلمك لما أركن إلى ما لنتا قيامه وما لن عدالة أو حق أو رمع أو دبع تاسا مركان نقدم بيسا انت وحانوكو اغاني مركان دمانو ايا قبري قلتان كيسا كبعد نغل كلا كسي دم بيسا او تي اغو دم بيسا سدح دا ربي ادونك دادكو سوامران ودارتان انجوغنو ودارتا لبادي برزق عبد عن تلماني ايا دارت سدحات اي دار القرار مركا ودار سقنان او كما دم بيسا سدح دا وقت قفكو الهي اغرقارو سدح دا وقت قفكو الهي انم عيو سدح دا وقت قفكو الهي قربكي سقلو وليباني ومد النبي يلا قلت المامو وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا أما يحيى أوكله وسلام عليه يوم ولدت ويوم يموت ويوم يبعث حيا
وسدحنا دارود دارت قد مركات إيمان يسوع ويا مولد ما أنت لا بلايا حقو قصوا سعلا دارتي كويت حقو قصوا بحيا مجدي حقو قصوا بحيا ميل عريريا حقو قصوا بحيا ميل دبضل حقو قصوا بحا إلا إله أترمام في ظلمات ثلاثة سدح مجدي أبو قفو قصوا يا مكو على شو دي كجرو مجدي على شو مجدي الرحم كحوب كي وكجر مجدي يسي ماشي أسوق قصوا بحا عريري بو قصوا بحيا دب بو قصوا بحا مع ذلك أسوق أولى يصوب بحيا بني آدمك ماشي وكسر بعض سو مال واسع ميمانه ما لقى إياه الدون اللي عيده إياه داره إياه وحياه كده سينين وأقولنا يا مع ذلك سدر تبى وحيت المام سدر تدار امتحان إني تهاي دار دبضان مال عيري إن كسر بعض إنه فرحه هاد وقصله مال دبضان إن كسر بعض إنه قصله يا هين ليه يبكي محو أقولي دار تان دار سهل يا هين شهوات شيطان بلايو فتنو دب وحدا ما ماشي يالا ماشي سو كسو دعنا وما انتو بلانا يا ويوم يموت وما انتو ادى برزقا ما انت قفك الى غرغارنا وما ان عجيب بدن سادرت ما انت بمن يسادي سلام الى كسيو ما انت عبد اصوات المان لو سو ديرو خيرك اي وناك كو بشاريان ايضا نواتي بدبادي نبت قلي بيكوت هي ويوم يبعث حيا وما لنت الدارت أضدم بس الدار قرارك الله صباحيه تعالى هدي إلهي أوك وقدره ضدك خيرك وناقله جمدنا آغاية أعلينا السلام إيباد بادو إنا بدقن يقوصك ناطي دارت قرارك أضدم بس أمد أصو بحي دونان مرك الله صباحنا والله وضع أبال مرين دونان فرصتك لنو عانوك لحدان هلنا ينقف إذي سندونا هدي رب إذن سبحانه وتعالى دارت أضدم بي قيامها إن سيدة ضدك الله كلا حسابها أيو. أهل النار كسيدة النار تلوك قلين دونو هي أهل جنها سيدة مركة الله جنين دونو إلى حق وحنك برينا إنو حقنا وافجيو طاعدي سنة نقصوكو أمرك إلهي وحن كورث لي أوقاتا إنو ربكين نقدقو ين إلهي كرجينينا سبحانه وتعالى ماذا بعد الموت كان نقدم بي واحد يبقى إنو إلهي نقبت باديو إن إلهي سبحانه وتعالى خير وناك نصيه أمر كيسك ووكو سعدنا إنو إلهي نقدم سبحانه وتعالى إلى حق وحاوية دي سنين طاعة دي سي دين كيسي حقيسة إنو إلهي نوافجيو ومضمع لنت قيامة بدبادنا إنو إلهي نقدم سبحانه وتعالى إلى حق وحاوية دي سن رمضان كنو نقا أقبله خير وناك إنو إلهي نصيه رب وحاوية دي سنين سبحانه وتعالى أدون كان في دنيسة إيدي لا تنيسة إيدي بكيس إنو إلهي نقبت بادي سبحانه وتعالى قبل قبلي إن الله على أنتي كامرونك وحكو الضوري وحنك عسلا دمان إنه والترتران إن شاء الله تعالى إلى سبحانه وتعالى خير ونقبن أقر رجينا يا بمانتد هدو حيك الدنبينا وحكامرا ليلة دوبين تاسم مركا رجينا يا إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inshallah.